أزول، السلام عليكم. يميا قال الدكتور محمد راتب النابلسي لك ديون انجليزي قيما هضرا اسقسته انجليزي الناس اي غرار غرون يعني رجين سلمن ثمطوث وتسليم على في رقازن. يجاوبيت محمد راتب النابلسي الناس اي غركون وغرون الانجلتير لارين نون ثقليث نون وتسليم على في رقازن كامل. الناس انجليزية كي نكون غورنا لانس القانون يحدد السبعة صناف كان قرقازنا ريسلمن افلارين. الناس راتب النابلسي نكون غورنا غديان الدين النغ يحدد دي رقازنا ريسلمن افتن سلمت افتن الطوثين سلمت. الناس راتب النابلسي كونو يخدم ما يجي خطر في قدر ملارين نكوني اكو ثيلاوين النغ سوا قادرنت. زول تنميرت.